شيخ المسألة الثانية، نعلم من قول فضلاتكم أن قول الصحابة ليس بحجة، أليس كذلك؟ ليس ككلام رسول الله، هو أفضل من كلامي وكلامك لكن ليس ككلام رسول الله. إذن يقول البعض أنه في كثير من كتب العلماء ومنه كتب فضلاتكم أنكم تحتجون بقول الصحابة في بعض المسائل. ليس كقول رسول الله. يعني إذا لم يكن في الباب قول لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أقيسة في الباب ولا إجماعات، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أقيسة تساعد، فقول الصحابي أفضل من قولنا. لا، هل تشك في هذا؟ نعم، لكن ليس بالملزم كقول الله وقول رسوله. نعم، شكرا. الله يبارك فيك.